ليساجون خاوتنا متنا بعدنا 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 المدير هذه هي ريفيرو يتياكا وحشتنا والطب خاوتنا يا مدير ارحل يا مدير ارحل يا مدير ارحل يا مدير ارحل الطب خاوتنا الطب خاوتنا والفرملا خاوتنا ليساجون خاوتنا ارحل 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 يا مدير ارحل يا مدير ارحل ايوه ايوه تقول المعدات ما كاش معدات ما كاش اولا جيب معدات الوزاره الوصيه تقول لك انا عطيت الغلاف المالي كامل لهذا المستشفى ومن بعد كيطرح المسؤولين يقول لك ما كانش الغلاف فهمونا فهموا رواحكم ونطلبوا سيد الوالي يتدخل لا وزاره الصحه تدخل نطلبوا الوزير يفتح تحقيق على هذا الامر وحنا لا نهضروا على المطال تاعنا شرعيه ما ناش خدامه والفرامله والعمال راه المواطن البسيط كيجي يفوت هنايا البرا هي التاليه ما كانش والله عيب علينا البرا سورانك هي التاليه كان مسكين هنا افرق ما عندهاش يجي داخل تقول الطبيب الله غالب عليها مسكينه الفرملي الله غالب عليه دوك يجي ديجا ماتريال ما كانش الادويه ما كانش المستلزمات الطبيه البسيطه ما كانش علاه كيما هاك علاه المؤسسات الاستشفائيه مش على مستوى ولايه سيرت فقط على مستوى الوطني عندها نقايص انا نطرح سؤال للناس هادو هل في يوم من الايام جاوا طرحوا الاسئله وعرفوا واش عندنا واش ما عندناش؟ ما جاوش. عندنا حوالي 40 طبيب عام و18 طبيب اخصائي.